السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب جيل ومتابعي قناة ليث جيمز وكل عشاق ألعاب. جعل لكم فيديو جديد لعبة مودرن وارشيب. اليوم الفيديو خرافي مميز، ايش تحبون نقول عليه؟ قولوا شباب، لأن اليوم الفيديو عن هدية مجانية من الشركة لجميع اللاعبين، لكن هاي الهدية هي هدية بحق نقدر نقول عليها هي هدية أسطورية. بعد تسجيلك الدخول، ركز يا زين، لمدة 28 يوم راح تحصل المدمرة الثقيلة الروسية فارج مثل ما تشوفه قدامكم مجانا، وهاي لازم توصل ليفل 15 حتى تفتح عندك هاي المدمرة وتشتريها. انت حتى لو كنت ليفل 10 وليفل 11 او 12 تقدر تحصلها وتستخدمها ومجانا يا صديقي، مجانا. راح نحكي تفاصيل كاملة عن هاي المدمرة، اسلحتها، قوتها، امكانياتها، لكن اول شيء حطونا لايك يا شباب، شاركونا الفيديو واشتركوا بالقناة. خلينا ننطلق لتفاصيل السفينة وامكانياتها حبايب قلبي. اوكي يا شباب، اول شيء عندنا تسليح السفينة. السفينة تسلح باسلحة خرافية، هاي تدور من فئة المدمرات اللي هي تعتبر اعلى فئة بالسفن الحربية من بعد حاملات الطائرات. عندنا صاروخ الموجه X-35 تطلق اربع صواريخ السفينة. بالحقيقة طبعا تشوفون منصة الصواريخ تقدر تطلق السفينة 12 صاروخ، لكن باللعبة مسويها اربع صواريخ من فئة X-35. طبعا يا شباب ملاحظة انه اني مكست السفينة بالكامل، خلي اشوفكم يا شباب، شوفوا قدامكم، انا صرفت على السفينة تقريبا 10 مليون شدة كتمكيس بالبطاقات اشتريت ومكستها. راح تقول ليش يا ليث؟ لان جايتني سفينة هدية وامكانيات خرافية، ايش ما مكسها؟ ايش اسوي بعد بالسفن انا الباقية؟ هاي السفينة حتكون عندي حاليا، كانت الاساسيه الامريكيه، حاليا هاي حصر الاساسيه بامكانياتها الخرافيه. عندنا تسليحه مدفع AK-130 ثنائي السبطانه عيار 130 ملم يا شباب. عندنا راجمه الصواريخ RBU 12300 ملم، تطلق 6 صواريخ يا شباب. عندنا الدفاع الجوي الكاستان ام 30 ملم، دفاعين موجودات بقوة نيرانية خرافية، ترمي يعني هذا بشغلتي انه يرمي رشاش وكذلك يرمي صواريخ. عندنا الدفاع الصاروخي ام 22 يورغان يا شباب، قطعتين يرمي صاروخين متتاليات. وعندنا المروحية الروسية K-58 بلاك جوست. اوكي يا شباب، الشبح الاسود مثل ما تشوفون بتسليح رهيب، تمتلك اربع نوعيات من الصواريخ الموجهه والغير موجهه بالاضافه الى مدفعيه ثنائيه يا شباب. اذن السفينه او المدمره هي امكانياتها مرعبه، ما تخلي لا حامله طائرات قدامك صاحيه ولا سفينه. العيب الوحيد بالسفينه، حتى نكون واقعيين، العيب الوحيد بالسفينه الوحيد انه ما تمتلك توربيدات لحاملات، عفوا للغواصات، لكن تقدر تواجه الغواصات بسلاح الراجمه. يعني شلون؟ يعني توجه الراجمه على الغواصه قدامك وتطلق عليها الصواريخ مالتها، بتدمجها لكن مو دمج عالي، لكن كسلاح توربيد للاسف ما بها السفينه. وكل اسلحتها الباقيه وقوتها فهي رهيبه، نجي على قوه السفينه يا شباب. فالسفينة قوتها بعد التطوير انا طورتها 312,000 يا شباب، ف يعني حبيبي والله ليفلها خرافي. الان راح ندخل جيم بلاي وراح اشوفوها قدامكم يا شباب. ارجع اذكركم انه بعد تسجيلكم الدخول لمدة 28 يوم اي تقريبا شهر راح تحصلون هاي السفينة بشكل مجاني يا اصدقائي. خلينا ندخل جيم بلاي ونشوف اداء المدمرة. اوكي يا حبايب قلبي، ننطلق، الطيارة جاهزة، صواريخ جاهزة، مدفعية جاهزة، كل شيء جاهز يانا. ليتس جو. طبعا سرعتها خرافية للأمانة، عندي سفينة، سفينتين، أروح على سفينة يسار، عندي سفينة على اليمين. بدأ الاشتباك. بدي
جيت تتشاقى وياي، تتشاقى وياي. ابلع ابلع بس ابلع. شوفك شلون تتشاقى. ابلع 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 ابلع. سلم على الشهداء اللي معاك. يلا روح بعد سوى مرة ثانية. أني سفينة متوسطة قدام مدمرة. أنت هبل يا ولد، أنت هبل. شفتوا إمكانيات الطيارة وياي شلون جاي تسند يا شباب. أسوي التفاف. حصلت الدمج 174 جيب الدمج على ذي السفينة فقط. والي الرعب. طبعا شباب بعد ما توصل ليفل عالي تطلع لك السفن متوحشه قدامك، بالاضافه الى انه لاول مره انه انا اشوف سفن تطلق صواريخ نوويه. شوفوا شباب سال غواصه قلت قبل شو عليه بارح اطلق عليها انا دمجتها بس هي طلعت. اوهو شوف الصواريخ حبيبي والله. انتهي امرها، دمرناها. لم تزبط معنا. يا الهي رعب، حقا رعب. شوف الصواريخ مالتي شلون توجهت. اثنين اجت بيها. اها هنا غواصة فجروها لما حقت بيها. يا رب. يا محظوظ راح يفجروا غيري. يلا بالطيارة لا تفشني. لا 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 فجروا. كفو جبته. اوش خلي صورك تروح حبيبي. خليني اشوف كمية الدمج 300,000. ممكن لو كانت حق حملات طائرة ضدي اجيب دمج اعلى بعد. هاي نفس سفينتي شباب قدامي هنضرب. يا الهي والله الطيارة جاي تسند يا شباب. اسبوع الدفاع الجوي شو ما ادري يشتغل ضدي. تقريبا راح توقع الطيارة. دفاع الجو مالتي شلون اشتغل على الصواريخ مالته. يخافون يخافون يشتبكون وياه، بس انا بدي اشتبك وياه. يخافون هذا. يلا مو مشكله لا تاخذ معدي الكل. لا اسبكم. اي هذا الكل اللي تعبت بي. 598,000 جيب الدمج يا شباب. طبعا حسابي بريميوم حاليا لان انا حصلت بريميوم مجاني بتسجيل الدخول للشهر الجديد باعتبار يا شباب. فيومين عندي بريميوم مجاني. بعد حصل بريميوم مجاني شوف قدامكم الشدات تزيد ضعف تقريبا والاكس بي يزيد كذلك. فتقدرون تصعدون ليفل بسرعه بالبريميوم. وانا حكيت بها باكثر من مقطع فيديو. فهمت الشباب بالتعليقات انه البريميوم اذا تعول تقدر يوميا تشترك بريميوم ب 400 جوهره وتقدر تقريبا يوميا تصعد الليفل من وراء البريميوم باللعب. أداء خرافي بالسفينة شباب صراحة. أداء السفينة
خرافي خرافي خرافي. ما عندنا اي اعتراض على هاي المدمرة. اذا هاي خلينا نقول هي وحش البحار، اسطورة البحار يا شباب، مدمرة الكل، ماكو يوم مرحمين بيها. فهدية من الشركة مجانية، تشكر عليها الشركة على هاي الهدية اللي ساعد بيها اللاعبين صراحة. يعني مثل ليفل 12 حتى اوصل ليفل 15 كانت شوية صعوبات كبيرة اواجهها. هنا انا اقدر احصل دمج اعلى، فلوس اعلى، لان يعني تعرفون انه الشدات والاكس بي يصعدن مع الدمج اللي تجيبه كل ما كان اكثر. ممكن انا احصل لي، اني امس قبل يعني ما اسويكم الفيديو هذا شباب، امس كنت لعبت مقطع او عفوا فيديو او فيديو وين سويته بس ما قدرت انه اشتغل عليهن. جبت مليون دمج بالسفينة هاي يا شباب، اوكي جبت مليون دمج. يعني تخيل انه انت جبت مليون دمج، الطاني عليها 300 الف شدة شباب. فنتوقع انه تجيب مليون دمج تحصل 300 الف شدة، والطاني 23 الف اكس بي، ممكن خلال 15 الى 20 جولة او جيم تصعد ليفل كامل، تشتري لك اي شيء تريده، توصلك عندك 20 15 مليون. فاذا يا شباب المدمرة هاي هي تقدرون تقولون عليها انه الافضل من الناحية القتالية اللي ممكن لو تستخدمها يا اصدقائي، خصوصا للناس اللي ليفل 15. خلينا نشوف بالتعليقات تقول لنا شنو اكو مدمرات تنافس هاي المدمره. وصلنا لختام فيديو، ان شاء الله استمتعتوا واستفدتوا معلومات وعرفتوا كيف تحصلون المدمره يا شباب، امكانيات هاي المدمره. اشوفكم فيديو قادم، مع السلامه.